لذلك الحمد لله. هتكون الأوتلاين حدثنا what is Flickr, Flickr's logical architecture, والفليكر والفليكر physical architecture, الأدفانتج of Flickr or disadvantage of Flickr. هتشوف what is Flickr. Wikipedia defines Flickr as an image and video hosting website, web service site and online community. يعني الويكيبيديا جاب عرفت لنا انه فليكر ده موقع بتاع صور تعدي صور وفيديوهات ويكون فيه تواصل اجتماعي عندنا زي برنامج بتاع الانستجرام الزول يعدي للحاجة ويرفع يكون تواصل يعني. ثاني فوتو اورجنايزر معدي صور ويب 2.0 تول يعني ريدابل ورايتابل 2.0. لوجيكال اركيتكشر هنشوف الفليكر من ناحية الهاردوير والسوفتوير. من ناحية السوفتوير اعتبر اني انا يوزر داخل الفليكر عندي اربع طرق ممكن ادخل بها. ممكن ادخل بالايميل او flickr.com اللي هو عنوان الموقع او ممكن ادخل بالسير بارتي ابس او الفليكر ابس. السير بارتي ابس دي هي يعني البرامج اللي ممكن يعملها مبرمج او تعملها شبكة او تعملها شركة لغرض محلي حقهم برامج يعني ما حاجة ما مارك يعني عندنا الفيرس بارتي ابس تكون يعني زي مثلا مايكروسوفت ولينكس وابل يعني حاجات يعني عندها ماركة يعني كده. طيب انا من عن طريق انا يوزر ممكن ادخل عن طريق الايميل ممكن امشي للفوتو ستوري التوالي او ممكن امشي للابلكيشن لوجيك اللي هي يعني التيرمز حقت الموقع القوانين واللوائح حقته. ممكن امشي عن طريق الابلكيشن لوجيك بتوديني للفوتو ستوري والداتابيس والنوت سيرفر. وانا برضو تاني ممكن عن طريق flickr.com ممكن امشي للتمبلت. التمبلت هي هذه هي الهدف من الصفحه اول غلط او الانترفيس. التمبلت هي الانترفيس بتاعت الموقع اول ما افتح flickr.com بفتح لي التمبلت. تاني امشي للبيلد لوجيك. البيلد لوجيك اللي هي الهدف بتاع الموقع اول غرض منه هذه تدينا ابلكيشن لوجيك ممكن امشي منها للفوتو ستوريج او الداتابيس او النوت سيرفر. ثاني ممكن برضو عن طريق اليوزر امشي بالابلكيشن دي بتوديني لل API اللي هي Application Programming Interface. بقدر ال endpoint كأنها حاجة وصلة عن طريق الابلكيشن بتوديني من الابلكيشن لل API. عندنا تاني وصلني الابلكيشن لوجيك اللي بتوديني لل Photo Storage وال Database وال Node Service. ثاني حنشوف من ناحية الهاردوير ال Physical Architecture. انا يوزر نشوف الطريقه يعني كيف انا بدخل عن طريق الويب سيرفيس اللي هي محرك البحث عندنا زي محرك البحث زي جوجل بكتب الحاجه اللي انا عاوزها وبتوصلني. ممكن يلا بتوديني للديسكاش سيرفر اللي هي الاحصائيات السيرفر بتاعت الاحصائيات بتاعت الموقع او بتوديني للداتابيس سيرفر. من الداتابيس سيرفر ممكن امشي للنوت سيرفر اللي هي سيرفرات بتكون فيها البيانات مقسمه لفئات او ممكن امشي من اليوزر طوالي مباشرة للنوت سيرفر لكن يكون هنا في بروجرام. بروجرام يعني ابلكيشن يقدر يوديني للنوت سيرفر. تاني نشوف الادفانتج بتاع الموقع بتاع فليكر. اول حاجة ايزي تو يوز نو سوفت وير داونلود ريكواير يعني انت ما بتحتاج تنزل حاجة انت ممكن تشتغل كل الحاجة في النت بس. تاني عندنا كرييت كول برودكت without any technical knowledge يعني ممكن اي زول يستخدم الموقع يعني ما متطلب انك تكون زول يعني قاري اي تي او اي حاجة يعني ممكن اي زول يشتغل فيه. access your photos on any computer with an internet connection يعني ممكن تشتغل في اي كمبيوتر بس يكون عندك internet connection يعني ما اللي يكون عندك كمبيوتر محدد حتى تشتغل جوه. showcase your work to global audience يعني انت ممكن توري العمل بتاعك اللي بتعمله ده للعالم كله يعني او اي زول متصل في الموقع بتاع فيكر انت ممكن تعرض عليه. نشوف الديس الباطل بتاع فليكر. أول حاجة censorship issues mainly politics دائما يعني فيه مشاكل بتاعة رقابة المشاكل مثلا سياسية مشاكل بتكون غالبا سياسية. copyright issues المشاكل برضو بتاعة copyright ممكن الزول يكون يعني عنده يعني في مشاكل زول رفع صورة يتنين شتها منه كده مشاكل بتاعة الحقوق يعني. ال inappropriate user behavior limited storage space for free users 2 videos and 100 megabytes worth of image per calendar month
not royalist 24.95 per year. Get unlimited upload storage and stand fix. يعني انت عندك مساحة المشكلة انه عنده مساحة محدودة. ليه؟ اذا كنت تدفع المبلغ المعين ده حتى يكون عندك مساحة unlimited للسنة كلها.